بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم فارماسي جيت. اليوم حبيت ناخذ موضوع بيوسيميلار فيرسس جينيريك، الفرق بين بيوسيميلار اي لو جينيريك. سي اون ديفيرونس تري تكنيك، هو يعني فرق تقني جدا. كي نقولوا بيوسيميلار باسكو نسمعوا بها بزاف هاد الكلمه هذه في الفارماسي، كي نقولوا بيوسيميلار كاين الناس على حساب لهم باللي هو جينيريك، يعني جانس ولا مكافئ، بصح كاين فرق كبير. الفرق الجوهري انه لو بيوسيميلار اون اوبتيا ا بارتير دو سيلول فيفونت، يعني نتحصل على البيوسيميلار ولا المكافئ بيولوجيا، الدواء المكافئ بيولوجيا من خلال تطويره داخل خليه حيه تكون عباره عن خميره ولا بكتيريا دي لوفير او دي بكتيري. طونديس كو لي فوالا لوفير ولا بكتيري طوندي اون بعد دي اون توت اون غراند شين دو برودكسيون، يعني سلسله انتاج في المخبر، ونتحصلوا في الاخير على لو بيوسيميلار هذايا. دونك اما الجنس فهو يعني مركب كيميائي، سي موليكول سينتيتيك 100%. هكذا هذا هو الفرق الجوهري، ماهوش يعني لن تحصل عليه من خلال خليه حيه. امثله لو بازالغون سي ان بيوسيميلار باسكو تحصلنا عليه ا بارتير دو لوفور خميره واسمها بيشيا باستوريس، طونديسك اليرتين فوالا لو بيشيا باستوريس هذه هي هكذا سي لوفور خميره. اما باغ اكزومبل اليرتين سي موليكول سينتيتيك سي ان جينيريك، علاش؟ لانه مستخلص كيميائي هو لي جينيريك تاع كلاريتين، فوالا الاسم الكيميائي تاعو سي لوراتادين. دونك هذه امثله فقط. دونك ان شاء الله تكون هذه فيديو قصيره بصح ان شاء الله تكون نافعه لكلكو زيتيديون باغ اكزومبل سيغتان زيتيديون ولا ميم اللي يخدموا في لوفيسين باش يعرفوا سي كو لا ديفيرونس اونتر بيوسيميلار اي لو جينيريك. فوالا، سبسكرايب لايك شير والى لقاء قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.